يقول السائل: هل النوم الكثير في الصباح ينقص من أجر المعتكف مما نرى بعض المعتكفين ينام كثيرا؟ على كل حال، المعتكف إذا كان بحاجة إلى النوم ينام، إذا كان بحاجة إلى النوم ينام يرتاح، ووجوده في المسجد بنية الاعتكاف يؤجر ولو كان نائما، ولو كان نائما. لكن كونه يستيقظ ويدعو ويقرأ القرآن ويصلي النوافل ويطوف بالبيت، هذا أفضل له وأكمل الاعتكاف. نعم.